من مراحل عملية الإنتاج وهي التحميص. ده حقيقي. بعد كده بيحصل إيه؟ مرحلة التحميص يا فندم بتختلف، زي ما حضرتك عارفة إن في بن فاتح، في بن وسط، في بن غامق. كل مرحلة المراحل دي بتبقى ليها بروفايل، كل عميل له بروفايل. عندي في عميل بيحب التوليفة معينة ما بتحطش نوع واحد، كل نوع من أنواع البن بيديني حاجة معينة. أكثر في حاجة أنواع رائجة في مصر المصريين بيتمزجوا بيها كده؟ حضرتك المصريين زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي وحضرتك داخلة إن ريحة البن وحضرتك داخلة على المصنع أحلى حاجة. أحلى حاجة. في نوع من أنواع البن بيديني الريحة، في نوع تاني بيديني القوام، في نوع تاني بيديني التست. فعشان خاطر أجمع كل ده في فنجان واحد بيبقى عندي التوليفة بتاعتي من كذا نوع at the same time. ده اللي في الاخر بيديني فنجان البن الكويس. اول مرحله اللي هي مرحله التحميص، ده كلها موضوع على بنظام الكمبيوتر كنترول روم. كنترول روم بيدي اوردر، انا دلوقتي بعمل بن فاتح اوتوميتد، مفيش تدخل لاي عامل بشري خالص. خلاص هي المحمصه بتظبط التايمنج ودرجه الحراره على الفاتح، بحمص وسط مجرد زرار انتر هنا درجه حراره الكتروني بالكامل. بالظبط كده يا فندم. كل اللي ورانا ده انا شايفه ده كل دي بضاعه، ده مواد خام مش كده؟ تمام. كل ده بن. بتتعاملوا ازاي مع الازمه الاخيره، شح الدولار، التوترات اللي حاصله في العالم، الصعوبات في سلاسل الامداد؟ يعني زي ما حضرتك عارف العالم على صفيح ساخن. بتتعاملوا مع ده ازاي وانتم بتعتمدوا على الماده الخام في الاستيراد؟ الماده الخام زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، احنا ممكن يبقى عندنا اكتر من مصدر للماده الخام، اكتر من دوله على مستوى العالم، بحيث لو في مشكله ما في دوله ما بيبقى في عندي البديل الثاني والثالث والرابع. زائد احنا برضو كحجم الشركه وكحجم النشاط ما ينفعش اعتمد على مصدر واحد بس. وما ينفعش ما يبقاش عندي السوق اللي يكفيني لمده على الاقل 6 شهور. 6 شهور ببدا انور بالتعدد المصادر دوت، بحيث ان انا تدبر امورك. بالظبط يا فندم. بالظبط. طيب دي نقطه مهمه عايزه برضو اسال حضرتك على حاجه تانية واحنا كده بنتمشى وبنفرج على المراحل وعمليات الانتاج المختلفة. ابرز التحديات، انا دردشت كده مع حضرتك شوية في البن والناس بتحب ايه، لكن لو جينا نمسكه بقى بشكل اكثر جدية ملف صناعة وانتاج البن في مصر، ايه التحديات اللي بتواجهكم؟ ايه الصعوبات؟ الصعوبات اللي بتقابلنا هي المادة الخام نفسها زي ما حضرتك لسه تفضلت دلوقتي وقلتي مش من مصر، ان احنا لازم نجيبها من مصدر خارجي. اتمنى تطلع ورقه بحثيه في القريب العاجل ان شاء الله باذن الله من وزاره الزراعه، عندنا مهندسين وعندنا دكاتره، عندنا سواعد مصريه قادره احنا ان شاء الله نسمع خبر كويس ان تم تخليق جو استوائي هنا في مصر، ممكن تصنيع جو استوائي هنا في مصر، وده مش بعيد عن المصريين. ليها جدول الحكايه دي؟ تفرق معانا لو احنا ما بنجيبش الماده الخام من بره وبنعملها هنا؟ اكيد يا فندم. احنا دلوقتي الحمد لله صناعه البن التركي في مصر متفوقين على دول كتير جدا، حتى في الدول اللي عندهم البن بيزرع في بلدهم، فيبقى يحصل عندي تكامل في الصناعه، ان انا عندي خطوط انتاجيه، عندي النو هاو بتاع تصنيع البن التركي ينقصني الماده الخام. فالماده الخام لو قدرنا نوصل في القريب العاجل استنساخ الجو او المناخ الصالح للبن، يبقى انا كده عندي صناعه متكامله عندي في مصر. طيب يبقى ده جزئية واحنا بنتكلم، ده جزئية طبعا. موضوع المادة الخام ولو احنا قدرنا نوفرها. تمام. طيب على سبيل بقى المستهلك، ايه برضو التحديات؟ احنا شفنا الفترة اللي فاتت حملة المقاطعة اللي حصلت للمنتجات الأجنبية ومن ضمنها حاجات شهيرة في القهوة يعني. تمام. ده يفيد المنتج المحلي؟ طبعا يفيد المنتج المحلي. اول حاجه يا فندم دي المقاطعه دي ادت فرصه لبعض الشركات اللي كان ليها منافس اجنبي ان هي تشتغل على نفسها، تطور من ذاتها، بحيث ان هي قدامها البيئه الصالحه، قدامها المناخ، المنافس الاجنبي اللي كان موجود اصبح ما بقاش موجود. ده بيدينا ايه؟ بيدينا ان دلوقتي ان المستهلك المصري دلوقتي يبدا يرجع تاني للمنتج المحلي. المستهلك بيحب المنتج الوطني ولا عندنا عقده برضو الخواجه شويه ولازم ناخد الحاجه من على الرف اللي هي اللي عليها بالانجليزي؟ والله احنا دلوقتي الظروف حطتنا ان لازم عوده الثقه تاني بتاعه المستهلك المصري للمنتج المحلي، وخاصه انا بقدم له البن التركي اللي هو احنا متفوقين فيه جدا، متفوقين على الدول اللي بتزرع البن نفسه وبنحبه كمان. فاحنا ان شاء الله يعني انا محتاج المستهلك المصري يرجع يمد ايده على الرف وياخد المنتج المحلي بتاعه، لان انا بوعده ان المنتج منافس في الاسواق العالميه. ايوه الله ينور على حضرتك. المنتج فعلا منافس عشان الناس تقبل على المنتج المحلي لازم يبقى جودته، والناس برضو في الاخر عايزه ايه؟ عايزه جوده
وتشرب حاجة حلوة ويبقى الجودة متناسبة مع السعر. فاحنا دي فرصتنا ان احنا نرفع من جودة المنتج المحلي. ده اكيد يا فندم وحصل بالفعل فعلا. المنتج المحلي بتاعنا دلوقتي افضل منتجات بدون ذكر اسماء. المنتج المحلي دلوقتي حاصل على كل الشهادات والمواصفات سواء في المواصفات المصرية. لو هغطي السوق المحلي بدأت افكر في التصدير للخارج، فده اضطريني ان انا ابدأ اشوف مواصفات التصدير للخارج ايه، فده كل ده على من مواصفات المنتج المحلي. ان هنا الشركة ما شاء الله بدأنا اعتمدنا في 9000 واحد، اعتمدنا فيه 22000 حاصل على الايزو 22000 ان شاء الله، وشغالين في 14000 واحد، وشغالين في 45000 واحد. ده كل الاعتمادات اللي ممكن شركة تعتمد في مجال صناعة الغذاء. فكده كده كل المواصفات بتنتجوا للسوق المحلي وفي تصدير مش كده؟ ان شاء الله. من محاسن صدف النهاردة ان شاء الله بإذن الله، وان شاء الله هنسمع أخبار كويسة فتح أسواق في الدول العربية ان شاء الله بإذن الله. الزيارة الجاية تسمعوا أخبار كويسة ان شاء الله بإذن الله، فتحنا في الأسواق العربية في الدول العربية ان شاء الله بإذن الله. احنا عندنا كم موظف في المصنع؟ عندنا هنا في الشركة تقريبا 35 موظف. حلو. في 50 عامل. انا بتمنى لحضرتك كل التوفيق وسعدت باللقاء وبالجولة، ومستنية بقى القهوة بتاعتي. اكيد يا فندم، اكيد اكيد اكيد. متشكر جدا لحضراتكم، وان شاء الله باذن الله الزياره الجايه هيبقى في مفاجآت تانية ان شاء الله. حلوة دايما. ان شاء الله باذن الله يا فندم. شكرا لحضرتك.